أهلا وسهلا بمتابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينة الرشيدية، ودائما معكم ياسين حسيني مبعوث قناة الشعب بجهة درعة تفيلالت. هنا متابعي قناة شوف تيفي غادي نناقشوا عصابات تلجأ إلى النصب على المواطنين وإيهامهم أو إيهامهم يعني بالربح السريع على الإنترنت، وتفاصيل في الحقيقة متابعي قناة الشاب وقصص صادمة. أيضا سؤال مطروح متابعي قناة شوف تيفي لكل غيور وبت التوعوي لكل المواطنين. هنا تم متابعي قناة الشاب كنشوفوا مجموعة من الناس، يعني مجموعة من الشباب، مجموعة من الشابات، مجموعة من تولوا يعني واحد القاصرين اللي ولوا كيتعاطوا يعني على الربح للانترنت، وفي الأكيد أنهم يعني تتم النصب عليهم بطرق اللي هي جهنمية. يعني شحال من واحد كنشوفوا بعض الألعاب اللي هما كيقول لك يعني الربح السريع فيهم، وبعض الفيديوهات المؤدى عنهم، وايضا التداول بالعملات الرقميه، وزيد على ذلك دوك الطاولات ديال الالعاب اللي كيكونوا يعني دي زابليكاسيون اللي كيوليو يصنعوهم بعض العباقره في النت. سميتهم عباقره في النت لانهم حينما انه حيت غادي ياخذوا يعني لي كوردوني دي زانفو ديالك، يعني المعلومات ديالك الشخصيه، انه عندك حساب بنكي، انه عندك حساب بنكي، ويتم يعني الولوج الى الحساب البنكي ديالك ويتم النصب عليك بهذيك الطريقه. فهذا كنقول بانها وصلت يعني درجه يعني الوعي عند بعض مجموعه ديال الناس جد خطيره. شكون فيكم متابعي قناه شوف تيفي عمرو تعرض للنصب عن طريق عصابات الربح السريع عبر الانترنت؟ بعض القصص اللي هما متابعي قناه شوف تيفي تم اللي يعني ارسالهم الى مبعوث قناه الشعب، واللي كتقول بانهم كيستخدموا دي زابليكاسيون، وايضا تيستخدموا مجموعه من يعني كواتساب، وكيلتجؤوا التليجرام لان كنعرفوا اي حاجه كتكون يعني في التليجرام، ولا الربح يعني ماشي في التليجرام، كاين الربح يعني في مجموعه من المواقع، لكن كيستدرجوا مجموعه ديال الناس باش انهم يمشيو يهضروا في التليجرام، لان التليجرام كمجموعات كيكونوهم تما، ومن بعد انه كيدير لك كيتي ولا روتيري سيغ لو جروب، يعني كيحيدك من الجروب، يعني ولا محادثه واحده غادي تبقى في التليجرام، ماشي بحال الواتساب انا لا كونفرساسيون، يعني المحادثات ما بينك وما بين الشخص الاخر يعني كتبقى اونجستري يعني مسجله، ولكن في التليجرام وايضا سناب شات لا. هنا كاينه واحد العصابه متابعي قناه شوف تيفي واللي ولات المملكه المغربيه وكل ساكنه كل المواطنين يعني كيتم يعني النصب عليهم على هذه الطريقه هذه، انه كاينين الناس اللي كيكونوا هما ثلاثه الاشخاص ولا اربعه الاشخاص ولا خمسه الاشخاص، هبه تبارك الله عليك مرحبا بك، واللي كيكونوا واحد العصابه اللي كنسميهم انا تكوين عصابه في الطرق يعني بالنصب، واللي كيستدرجوك متابعي قناه الشبكه كيستدرجو يعني الناس المواطنين، كيدخلوا لك الواتساب يعني كيصيفطوا لك ميساج بواحد الرقم اللي هو مجهول وليس مغربي ايضا، واللي كيقول لك عن طريق غادي تربح عن طريق اكمال بعض المهمات. انت كتقول يعني ما خسر والو، غادي تدخل لدوك المهمات ولا غادي تدخل لهذا السيد وتحتت معاه وتشوف شنو غادي يعطيك من مهمات. هنا كنشوفوا بانه كيعطيك مهمات اللي هي بسيطه، ربما انك تدخل تعلق على مجموعه من الفنادق ولا مجموعه من المقاهي، ولا تعلق على بعض الصور ولا رؤية فيديو مؤدى عنه، لكن في الأخير وتيقول لك يعني إلا تفرجتي في هذا الفيديو عندك فيه دولار واحد، ولا إلا تفرجتي في هذه عندك فيه دولار واحد، ولا إذا كملتي هذه المهمة وعلقتي بواحد التعليق اللي هو إيجابي على هذا المطعم ولا على هذا الفندق ولا سميتو، دير لنا واحد سكرين شوت يعني دير لنا التقاط للشاشة وصيفطوا لنا باش انك تربح مثلا واحد الدولار ولا جوج دولار، ولا كيهضروا حتى بالدرهم باش انت ما تلفش عندك 10 دراهم ولا عندك 20 درهم على هذاك المهمه، حيت كتكمل هذيك المهمه يعني اللي هي في ظرف دقيقه واحده ولا جوج دقائق،
كدير ديك المهمه كيقول لك اعطيني رقم الحساب ديالك البنكي. هنا كتعطيه رقم الحساب البنكي ديالك اللي هو متكون يعني الريب اللي هو متكون من 24 رقم والاسم الكامل ديالك. هنا كياخذ الاسم الكامل ديالك وايضا الريب ديالك وربما كيبقى معك بشويه بشويه باش ياخذ ربما داك السي في سي اللي كيكون يعني الوراء البطاقه ديالك حتى الا ما توصلش ليها ربما انه كيستعمل طرق اخرى ولا كيجرب ولا الله اعلم لان هاد الناس هادو وصلوا لهذا المستوى الخطير باش انهم ينسبوا عليك وانت كتشوف. هنا كيقدر يدخل لك يعني لابليكاسيون ديال يدخل لك لابليكاسيون دو بونك ديالك البرنامج ديال البرنامج ديال الحساب البنكي ديالك اللي عندك في الهاتف ديالك وكيتم الاختراق ديال الحساب او انه كيرسل لك من الحساب البنكي كيرسل من الحساب البنكي كانك انت اللي رسلتي كيرسل المبلغ اللي كاين عندك يعني داك المبلغ كامل اللي كاين عندك يعني في الحساب كيحولو للكونت ديالو بطريقه اللي هي سهله وبدون يعني واحد لو كود كونفيرماسيون اللي كنتمنى تكون رساله لجميع الناس اللي هما في لابونك ولا الابناك يعني رساله حتى الابناك لانه ما يمكنش ان غادي ندوز واحد البيعه ولا ندوز شي حاجه بدون ما انه يعني ما ترسلياش واحد الكود كونفيرماسيون واحد الرقم يعني واحد الرقم يعني كيرسلوه لك بار اس ام اس عبر رساله نصيه واللي هو كتكونفيرمي به حيت قلتي تتاكد به كتاكد به بانك بغيتي تدوز هذيك المبيعه ولا بغيتي تشري هذيك الحاجه من الانترنت ولا بغيتي تدوز شي فلوس لواحد اخر لشخص اخر من كونت لكونت ولا هذه الا وانه كيطلبوا لك واحد هذا الرقم ديال التاكيد. هنا كنشوفوا بان حتى بالنسبه للابناك وخصوصا بنك السياش اللي هو كنلومو ايضا حتينا من هذا المنبر هذا لان مجموعه من الشكايات كتجي فقط من بنك ديال السياش اللي هو كي ربما انه ماشي توت سيكوريزي يعني ما محميش بزاف لان اغلب الناس اللي هما مشاو لهم فلوسهم عن طريق هاد القضيه هذه ديال التليجرام وعن طريق الربح السريع اللي كيجيوهمهم بالربح السريع في الانترنت ويديروا بعض المهمات باش انهم يربحوا واحد المونطو اللي هو صغير ولا هادي ولكن يعني داك المونطو كل يوم 20 درهم في النهار ولا 50 درهم في النهار ولا 100 درهم في النهار الا وانه شحال من واحد كيقول انا جالس وكشد التليفون ديالي علاش لا ما نديرش هاد القضيه هادي. هنا كنشوفوا بان الحساب يعني اللي كيكون عندك في السياش انه كيتم التحويل ديال الرصيد اللي عندك تما كيحولوه للحساب ديالهم. هنا كنقول حتى ايضا رساله للناس اللي عندهم يعني لو كونط الحساب البنكي سواء السياش سواء جميع الحسابات يعني الاسماء ديال لي بنك انهم تكون عندهم يعني يكونوا يحاولوا ما امكن يديزاكتيفيو يعني يحيدوا التفعيل على الشراء عبر الانترنت يعني حتى لك انت بغيتي تشري سير يعني بلوكي ديبلوكي لهذا الشراء يعني عبر الانترنت ديك المهمه اللي بغيتي تدوزها بار انترنت من بعد انك حيت سالي سير دير لها بلوكي لان اختراق هذه الحسابات ولا شائع بزاف وخصوصا في الاوساط ديالنا ديال المملكه المغربيه العلويه الشريفه وزيد على ذلك ان هاد الناس اللي كيكونوا تبارك الله عليهم يعني قاريين وواعيين في هذا الدومين هذا لان كيشوفوا ربما ان الربح في الانترنت ولا سهل وسهل بزاف. شحال من واحد يعني كنشوفوا انه كيوضع الفيديوهات ديالو يعني في الفيسبوك واللي كنتمنى انه تكون يعني مراقبه كبيره على هاد الناس هادو لانه في الحقيقه كيوليو ينصبوا بواحد المبالغ اللي هي كبيره وكبيره بزاف. تا جالس حدا الجامع ديال القدس تبارك الله عليك رارو مصطفى ايوا جالسين هنا كنتحتتوا معكم ونعطيوكم هذه النصيحه لان في الحقيقه مجموعه ديال الرسائل ديال الناس اللي كيقول لك خويا ياسين راه تم النصب عليا عن طريق هذه لابليكاسيون تم النصب عليا عن طريق هذه القضيه هذه. هنا كنقول يعني لجميع الناس اللي راه ما كاينش يعني ما غاديش نقولوا بانه ما كاينش الربح في الانترنت كاينين مواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي بغيتي تحط شي محتوى واللي هو مزيان سير راه عطى الله الصفحات دير صفحه ودير فيها المحتوى ديالك الخاص ايضا اليوتيوب وكذلك تيك توك كاع تقريبا المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي كيكون فيها الربح عن طريق مثلا المشاهدات او طريق الاعلانات لكن بعض الخطرات كنشوفوا بعض الطاولات او بعض البرامج اللي كتوضع فيها
جميع المعلومات ديالك، يعني جميع المعلومات ديالك على هذيك على هذاك البرنامج، لكن بين عشية وضحاها كتفيق او تستفيق على الرصيد ديالك بانه راه ما بقاش عندك حتى درهم. وهنا مجموعه ديال الناس، هنا مجموعه ديال الناس اللي ربما تكون وقعت لهم هذه القضيه هذه، وبغينا يعني الاراء ديالكم نشاركوها متابعي قناه الشاب مع الجميع، باش ان الانسان يرد البال، الانسان يرد البال من خلال يعني من خلال هذا الربح السريع من الانترنت. كون كان هذا الربح السريع من الانترنت وكل شيء كيربح فيها، الا كل جميع الشباب ديال جميع الشباب غادي يلتجؤوا لهذه القضيه هذه وصافي، ما بقات خدمه الانسان ما غاديش يولي يخدم بحرفه ديالو ولا شي حاجه. حتى هذه راه حرفه، حتى الربح راه ماشي ما كاينش، كاين في الانترنت ولكن ماشي بهذيك الطريقه. الناس راه قراو وعاو وصلوا لواحد الدرجه باش انهم يكونوا يديروا واحد لابليكاسيون ولا يديروا شي حاجه اللي هي مؤدى عنها. وهنا بغيت نشارك معكم متابعي قناه شوف تيفي قصه ديال واحد السيد اللي تم النصب عليه ايضا وتم الاستدراج ديالو باش انه يعني دخلوه لواحد الحساب، دخلوه لواحد المجموعه وهميه ربما انها تقدر تكون متكونه من اكثر من ثلاثه الاشخاص، باش انه يدير واحد المهمات حول يعني حول جوجل ماب. هذا جوجل ماب يعني كلشي كيعرف جوجل ماب. جوجل ماب هي يعني بغيت نقلب على واحد البلاصه كندير الاسم ديال ديك ذاك الفندق ولا ديال ذاك البلاصه اللي بغيت، وجوجل ماب يعني كيعطينا لي كوردوني ديال ذاك المطعم ولا ديال الفندق ولا سميتو. كتدخل يعني كدير واحد التعليق اللي هو من التعاليق اللي هي جيده، بجود بلايس ولا مكان رائع ولا شي تعليق اللي يكون جيد. هنا كدير واحد الالتقاط الشاشه لهذا السيد هذا اللي كيقول لك سير دير هذه المهمه هذه، والتقط لي الشاشه، التقط لي صوره ديال الشاشه بانك كملتي هذه المهمه. كتلتقط له الصوره ديال الشاشه، من بعد انك كتصيفط له الصوره بانك درتي ديك المهمه، هنا كيقول لك برافو، ارسل لي الحساب البنكي ديالك وارسل لي الاسم ديالك. هنا كترسل له الحساب البنكي ديالك والاسم ديالك. هنا كيوصلك، كتوصلك مثلا نقولوا واحد 18 درهم ولا 38 درهم ولا 40 درهم ولا 50 درهم على ديك المهمه اللي درتي. هنا كتقول واو، راه يعني راه السيد هذا ولا هاد الناس هادو مع من كنتعامل درت هاد المهمه في ظرف واحد الدقيقه ولا جوج دقائق وعطاو يعني وخلصوني عليها. يعني هنا غادي نكمل، هنا كتكمل ايطاب بار ايطاب وكتجي واحد المرحله اخرى اللي يقدر يقول لك ربما الا بغيتي تحول يكون عندك الربح اكثر من 18 درهم ولا اكثر من 38 درهم خصك تشارك. تصيفط لنا مثلا، تصيفط لنا واحد 1000 درهم ولا 1500 ولا 2000 درهم، وهذيك 1000 درهم ولا 1500 غادي تولي لك بواحد 3000 درهم، غادي تضوب لك وغادي تولي عاوتاني في المرحله المواليه غادي تولي تربح اكثر من 18 درهم، غادي تولي تربح 30 درهم ولا 40 درهم على المهمه، نفس المهمه اللي درتي في الاول. يعني غادي نعطيوك اسم مطعم اخر ولا اسم فندق وغادي دير تعليق جيد ودير لنا عاوتاني التقاط الشاشه وترسلوا لنا. هنا كتقدر تصيفط لهم، كيبداو معك بواحد المونطو اللي هو صغير، ربما غادي تصيفط لهم مثلا غير واحد 300 درهم ولا 500 درهم. هنا كتقول ماشي مشكل، انا ربحت معاهم واحد 300 درهم ولا ربحت معاهم واحد 400 درهم، ارا نصيفط هاد 500 درهم. هنا كتصيفط ديك 500 درهم كيرجعوها لك مضوبله يعني بواحد 1000 درهم. كتقول هادشي بزاف، هادشي مزيان، انا يعني غير جالس بلاصتي وداير يعني كنصيفط واحد 500 درهم ورجعت ليا بالدوبل ديالها اللي هي 1000 درهم ولا 1500 درهم، كيتريبليها يديروا لك كاع تريبل، كيولي الانسان كيطمع. كدير ديك المهمه كيصيفطوا لك ربما ديك 30 درهم ولا 40 درهم ولا 50 درهم، من بعد انه كتجي المرحله الاخرى اللي كيقول لك اللي غادي تحول معنا للمرحله الثالثه واللي غادي تولي تربح فيها مثلا واحد المونطون ديال 10000 درهم ولا 10 ولا 15000 درهم ولا 20000 درهم، من مقابل انك غادي ترسل لنا مثلا 4500 درهم ولا 5000 درهم. يعني راك ربحتي معاهم واحد 1500 درهم ولا 2000 درهم، من بعد غادي تصيفط لهم واحد، تصيفط لهم واحد 4500 درهم. يعني مكالكوليون دايرين الكالكول ديالهم، دايرين الطريقه العبقريه باش انه يتم النصب عليك.
كتقول بلاتي غادي نصيف ديك 4500 درهم كيديروا لك واحد الجدول. هذا الجدول تيقول لك مثلا الا درتي الا بغيتي 4500 درهم ترجع لك ب 15 يعني بغيتي تربح 15000 درهم صيفط 4500 درهم، بغيتي تربح 20000 درهم ولا 25000 درهم صيفط مثلا نقولوا 10000 درهم. هنا كتشوف بانك خصك تمشي يعني خصك تمشي كبير، يعني تربح يكون الربح ديالك في واحد الظرف ديال الوجيز ديال دقيقه ولا جوج دقائق ارا نصيفط واحد 10000 درهم ولا نصيفط واحد 4500 درهم. هما كيمشيو معاك طباري طب باش تعرف باش يتيقنوا منك بانك راك بحال اللي قلتي راك تحتي في المصياده. كتصيفط ديك 10000 درهم ولا كتصيفط ديك 4500 درهم ماشي غير انت اللي كاين في داك الجروب، كاين انت وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا وكاين هذا. من بعد ما انك كتصيفط ديك 4500 ولا 10000 درهم، من بعد ما الاخر كيصيفطها هو كذلك، من بعد ما الاخرى كتصيفطها، من بعد ما الاخرى يعني كيتصيفطها كيجمعوا واحد ربعه د الاشخاص ولا خمسه د الاشخاص ولا 10 د الاشخاص ولا 20 واحد، علما ان هذا السيد هذا ورى لي الجروب اللي كانت فيه تقريبا على ما يزيد من 170 واحد. تخيل معايا 170 واحد انها رسلات، فيهم اللي رسل 10000 درهم وفيهم اللي رسل 4500 درهم وفيهم اللي رسل 2000 ولا 2500 درهم. من بعد ما انه كيعطيوك واحد الوقيته محدده ديال ربع ساعه خصك تصيفط باش ما تساليش هذه المهمه ودوزك، ولا دازت هذه المهمه ما غادي تستافد منها حتى المره اخرى ولا حتى النهار اخر ولا حتى سميتو يعني على حساب الكلام ديالهم. هنا في هذا الظرف ديال ربع ساعه 170 واحد اللي غادي تصيفط 10000 درهم و 4500 درهم و 2000 درهم، حسب شحال من واحد اللي غادي يصيفط هذا المونطو هادو. وفي ظرف ديال 10 دقائق ربع ساعه كتصيفطوا هذا الشيء، كديروا التقاط الشاشه بانكم صيفطوا المونطو، كيعطيوكم واحد المهله ديال دقيقه ولا جوج يقول لكم بلاتي عاوتاني نصيفطوا لك، يعني غادي نصيفطوا لك في المونطو المتفق عليه يعني في الحساب ديالك. هنا كتلقى راسك انك صيفطتي خويتو الكونت ديالك، تيتحكموا لك في الكونت ديالك، كتولي كاين اللي تحكموا له في الكونت ديالو راه صيفط ديك البركه وتم النصب عليه وداروا له روتيري سوغلا يعني روتيري من الجروب، حيدوه من الجروب وحيت يحيدوك من الجروب ديال التليجرام، كتولي انت طاير من الجروب والجروب كيطير وكذلك ما كيبقاش مفعل عندك، حتى الا بغيتي تدخل ولا بغيتي تقلب عليه ما غاديش تلقاه، وكتلقى فقط غير الاسم ماشي رقم مغربي ولا شي حاجه اللي غادي تمشي تشوف داك الرقم المغربي واش مسجل ولا غير مسجل. زيد على ذلك الناس عاوتاني اللي تم يعني عرفوا اللي كوردون يعرفوا لي زانفو ديالهم في المعلومات ديالهم في من الحساب البنكي، وكيهزوا لهم كاع جميع ديك الحصيصه اللي كانت عندهم، ديك الحصيصه كامله اللي كانت عندهم في الحساب البنكي كيطيروها وكتولي عندهم، وكيطيروك حتى انت وكذلك من المجموعه، وكتبقى لا ديدي لا حب الملوك. وهذه عبقريه كيديروها مجموعه من الشباب. لهذا كنصح ان الربح من الانترنت بغى قرايه وبغى دروس وبغى بزاف ديال الحوايج. راه كاينين مراكز انك تعلم لانفورماتيك، كاينين مراكز انك تعلم دير ديزابليكاسيون، كاينين مراكز انك تعلم التداول، ماشي غير اجي وغادي يحطوا لك واحد البلاتفورم وغادي تدخل باش انك تداول فاسيدي تولي تداول في الذهب وفي البترول. ما تداولتيش فقط غير بواحد المونطو اللي عندك هنا في جيبك واللي عندك في الحساب ديالك، ما تداولتيهش وما عرفتيش كيفاش تخلق به واحد الاستثمار منك لراسك، انك تدخل لواحد البلاتفورم اللي نجزوها عباقره في هذا الدومين وحطوها باش تولى الانسان يتيليشارجيها كمجموعه من اوليم ترايد ومجموعه من لي بلاتفورم اللي الانسان ولا كيدخل لهم وكيبقى يستثمر بالالف درهم والالفين درهم بدون دراسه ديال السوق، وما يعرفش يعني الاسواق يعني كيفاش واش الدولار طالع ولا الاورو طالع ولا هابط، وكذلك حتى البترول وكذلك حتى الذهب ومجموعه من الاشياء وتالي كريبتو يعني بيتكوين ومجموعه ديال العملات الرقميه. هنا كتدخل كتولي تمشي لك هذيك الالف درهم، كتمشي لك ديك الالفين درهم، كتولي تبقى تعاود يعني كتعاود كتولي تعاود، ولا كيخليك داك البلاتفورم انك تربح واحد القدر اللي هو قليل كالف درهم ولا كالفين درهم باش انك تولي تلعب كثار وكثر، والناس راه عندها دراسه على هذا على هاد لي بلاتفورم وعندها يعني المعلمه كيفاش يعني شافت السوق كيفاش داير وفين تيطلع وفين كينزل، راه فرامشه عين كتمشي للناس يعني كتمشي للناس الزبابل ديال الفلوس فقط غير فرامشه عين.
هنا غادي نرجع للتعليقات ديال المتابعين. ما كرهتش ان متابعي قناه شوف تي في انهم يزيدوا ينورونا يعني بالتعليق ديالهم، يعطوني يعني واش عمرهم طاحوا في هذه القضيه ديال النصب، لانني كنشوف هادو خصنا كنشوف ان هاد الاشخاص خصها تصدى لهم النيابه العامه وكذلك، وخصها تصدى لهم يعني الحمد لله عندنا امن يعني اللي كيتقن لانفورماتيك وكيتقن يعني هاد الامور هادي، ويشوف يعني ويبت ويبت مجموعه من الاشخاص اللي ولاو انهم جالسين فقط غير في الدار وتعاطينها يعني ليل نهار ليل نهار يعني الحاسوب ديالهم، وكيتفرجوا في مجموعه من الطرق باش انهم ينصبوا على الناس بطرق اللي هي جهنميه. اكيد لا نعود في الموضوع، لكن اننا غادي نتطرقوا لمجموعه من القضايا مثل هذا النصب وتكوين عصابات باش انهم ينصبوا على سبيل النصب. والاخطر من ذلك مازال نقدروا نقولوا اللي شارك في شي حاجه يعني دارها بيديه، اللي شارك مثلا في واحد لابليكاسيون واحد البرنامج ولا شارك في شي حاجه ربما انه ما عندوش درايه ودخل ودارها بيديه وتم النصب عليه عن طريق برنامج. تبارك الله عليك، هادو هي القضيه، هادي هي القضيه اللي بغى، هذا هو الربح. تبارك الله عليك، الله يعطيك كل خير. هذا هو الربح اللي بغينا، يعني الناس خدامين بدراعهم، خدامين دير تريبورتور دير شي حاجه اللي غادي تربح فيها الفلوس وتربحها وتربحهم حلال، ماشي طريق الطرق للربح السريع على الانترنت. كاينين مجموعه من الالعاب، كاينين ما غاديش نقولوا ما كاينين مجموعه من الالعاب، كاينين مجموعه من البرامج، كاينين مجموعه من المواقع اللي الانسان يقدر يستافد منهم ويستافد فيهم باش انك دير مثلا ربما انك تكتب مقالات، هاد المقالات يعني كيتم القراءه ديالهم بزاف، او انك تنشئ يعني مدونه، ولا كدير يعني كتحط مجموعه من الصور، ولا كتحط مجموعه من الاشياء اللي هي كتداول وربما كتباع، وهنا كيكون داك الربح على واحد المنتوج قدمتيه. لكن باش انك يعني تنفذ مهمات مطلوبه منك من عند اشخاص ربما ما عندكش معرفه معاهم، ما عندكش درايه، غير هذا التسويق الهرمي والتسويق اللي كاين دابا حاليا، جيب هذا الاحالات ديالهم جيب هذا وتربح عليه جيب هذه تربح عليها. هنا كنشوفوا بانهم كيجمعوا ديك كيديروا لك واحد الدراسه باش انه يكون واحد العدد كثير ويستهدفوك، وفي الاخير غادي ينصبوا عليك واحد النصبه اللي هي جهنميه. هنا متابعي قناة شوف تيفي سننهي بثنا، واكيد متابعي قناة الشعب لنا عودة في الموضوع لنتطرق يعني في هذه القضية هذه مزيان ونحطوا على سبيل المثال يعني بعض الاشخاص اللي هما كنتمنى يكون يعني التصريح ديالهم باش الناس تفهم هذه الطرق ديال الربح كيفاش دايره، ويعطوا يعطوا واحد يديروا واحد الحمله توعويه حول هذه الطريقه هذه، لان الناس والله الا كيتنصب عليهم بهذه الطريقه هذه. وكنتمنى ايضا الرساله تكون حتى لمجموعه من الابناك انهم يكون عندهم دي زابليكاسيون، هذه البرامج ديالهم يكونوا المحميين اكثر، لان في الحقيقه حساب بعض الحسابات البنكيه ما يعني عندهم البرنامج ما محميش بزاف، ودغيا ان الانسان يدير ديزانفو ديالك ويدير المسائل ديالك ويتم النصب عليك بطرق اللي هي جد سهله. شكرا جزيلا لكل المتابعين. هبه زهراء شنو قالت؟ لا تنشوفها شنو قالت. خويا ياسين الله يرحم لك الوالدين، بغيتك تجي لتركا الزنقه 7 الخضاره، حاطين الطبالي والكراسي تيبيتوهم في الزنقه مقطوعه. الطريق جات البارح لامبيونس ما لقاتش منين دخل. زكر زيكو غادي نشوف هذه القضيه ديال الزنقه 7، ما انا غادي نسول على الزنقه 7 فين كاينه، لان الزنقه 7 ما عرفتهاش فين كاينه في تركا. هبه زهراء اللي كتقول لك حتى حنا في الزنقه كيسدوا الطريق ما كيخليوش كاع لي سباس باش تدخل، واحد الله يهديهم. خص خويا ياسين يضرب الدوره وشوف، كنتمناو لك التوفيق خويا ياسين. تبارك الله عليك الاخت هبه، شرحوا لي غير المكان بالضبط باش نعرفوا فين كاين. شكرا جزيلا لكل المتابعين والمتابعات، راه نطلق واحد شويه البرد، الانسان يلبس حويجاته راه وليت كنرجف. ونتمناو الخير للجميع والله يوفق الجميع، والانسان ينوض شويه بكري ويخدم على راسه. هذا هو الربح، هذا هو الربح الكبير،
ولا بغيتي الربح عبر الانترنت دخل لانفو يعني دخل دير فيديوهات مهمه في يوتيوب، وكاين مدارس اللي الانسان يمشي يقرا فيهم يعني الانفورماتيك ويقرا التداول ويقرا مجموعه من الاشياء باش انه يقدر يربح. اما بالنسبه لهاد الالعاب وبالنسبه لهاد لي بلاتفورم اللي كاينين ديال التداول فقط الانسان راه غير مضيعه الوقت ومضيعه العمر وخسران الفلوس والنصب فقط على العقول الضيقه. الشكر الجزيل لكل المتابعين والمتابعات. الياس خو ياسين خاصك تجي تشوف ازمور القديم حي من سيف الرشيديه، عندي ازمور ان شاء الله ربما يوم السبت، يوم السبت غادي نكون في ازمور القديم. وهذا هو التعليق اللي بغيت، هذا هو الاحترام اللي خصو يكون بيناتنا والتقدير اللي يكون بيناتنا وتبادل النقاشات وتبادل الاراء باش اننا نبتوا مجموعه من القضايا اللي متابعي قناه الشعب وخصوصا مدينه الرشيديه يعني كيصيفطوهم كيرسلوهم لينا. الياس ان شاء الله نكون في ازمول القديم. خويا ياسر راه كاين الشبه ديالك، فين كاين هاد الشبه ديال الاخت هبه؟ ما كرهتش انني نشوفه ونعرفه ونتعرف عليه. هنا نهيو البث نتاعنا متابعي قناه شوف تيفي ونقول لكم امسيه سعيده للجميع ونتمنى لكم ان شاء الله الخير. وكما كنقول بانه تم يعني البارطاج ديال الرقم ديال الهاتف ديالي في مجموعه من اللايفات يعني خصوصا ساكنه مدينه الرشيديه، كنحاول ما امكن انه يكون عندهم الرقم ديالي باش على الاقل يتواصلوا معايا سواء على الواتساب سواء يعني الو اللي الرقم ديالي هو 06 00 25 35 71، 06 00 25 35 71. زكر زيكو اللي كيقول نهار الحد نصوني عليك، ان شاء الله خويا زكر مرحبا بك والف مرحبا في اي وقيته وخدمه للصالح العام. دائما كيبقى الشعار ديالنا الخالد والابدي الله الوطن الملك. وواحد النصيحه غادي نقولها، اي واحد تعرض لاي نصبه كيف ما بغات تكون نوعها ما يستهونش ويوضع شكايه ديالو للنيابه العامه، يوضع شكايه ويحطها لان انت تحط شكايه هذه تحط شكايه هذه تحط شكايه، هنا كيتعرف هذا المجرم هذا المجرم وهاد الناس اللي مكونين هاد العصابات هادو باش غادي ينصبوا في ينصبوا على مجموعه ديال الناس. الياس ان شاء الله ضروري غادي نجي الازمور القديم، كن هاني كن اكيد ان شاء الله غادي نجي الازمور القديم لانني عندي مجموعه من القضايا غادي نبقى نناقشهم يعني في ازمور القديم. تبارك الله عليكم، نزيدو نكملو معكم واحد شويه متابعي قناه الشعب هذا البث هذا. وهنا نقول لكم امسيه سعيده للجميع ومرحبا يعني راه ياسين حسيني من 24 ساعه ل 24 ساعه معكم. عطونا تعليقاتكم متابعي قناة شوف تيفي سواء حول الموضوع سواء حول مجموعة من القضايا اللي كتهمكم أو أنكم عشتوها وبغيتنا نهضروا عليها يعني براه بكم يعني كنغنيو مجموعة من النقاشات بكم أنتم وكذلك كنستافدوا وكتفيدونا وكنفيدوكم يعني كنقربوا الصورة ديالنا لكم وكتقربوا الصورة وكذلك ديالكم لينا. شكرا للأخت هبة تبارك الله عليك. كاينين مجموعة من المواضيع اللي تم النقاش ديالهم منها يعني الإنسان يستافد يعني مجموعة من المواضيع كاينين مجموعة من النقاشات نبقى نديروهم يعني ليلية وصباحية، اختاروا فقط غير الموضوع ونتم النقاش ديالو. مرحبا على الراس والعين، ها الرقم ديال الهاتف راني عطيته لكم،
اي وقيته. شكرا جزيلا لكم، تبارك الله عليك الاخت هبه الياس، وكذلك والى كل المتابعين اللي معنا في هذا البث هذا. كنحييكم متابعي قناه الشعب من القلب الى القلب، احترامي ان شاء الله الحمد لله متبادل، وحب وتقدير متبادل مع الجميع. نتمنى لكم ان شاء الله الخير، ونتمنى ايضا لمدينه الرشيديه وجهه الدرعه فيلالت الخير، واكيد متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر باذن الرحمن. اعتذار، كنا غادي نطيحوا، عوينا وصبت. لإعادة قراءة العنوان وإنهاء هذا البث على المباشر مع ياسين من مدينة الرشيدية، عصابات تلجأ للنصب على المواطنين وإيهامهم بالربح السريع على الإنترنت، وتفاصيل في الحقيقة اللي هي جد صادمة وقصص جد صادمة اللي أكيد إن شاء الله سيتم التطرق إليها متابعي قناة شوف تيفي مع مجموعة من الضحايا، سواء كانوا غادي يبانوا يعني بالوجه ديالهم المكشوف، سواء أن الصوت فقط يسمعوه جميع الناس وتكون نصيحة وعبرة وتوعية باش الإنسان يتوخى الحذر. وإن شاء الله متابعي قناة الشعب إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن.